ومن الفوائد سبحان الله لما قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، دل هذا على ماذا؟ دل على أن كتمان العلم ضلال. إذن نشر العلم هدى. والعذاب بالمغفرة، والعذاب بالمغفرة، لأنهم لما كتموا العلم مصيرهم إلى ماذا؟ يعني كتمان العلم سبب إلى ماذا؟ إلى العذاب. إذن يفهم من ذلك أن نشر العلم سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل.